السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده بإذن الله هنبدأ في الدرس التاني خلاص من الانتقالية، اللي هو التركيب الإلكتروني للسلسلة الانتقالية الأولى وحالات التأكسد بتاعتها. طبعا عنصر السكانديوم، التيتانيوم، الفانديوم، الكروم، المنجنيز، الحديد، الكوبالت والنيكل والنحاس والخرسين. طبعا التوزيع أخذناه، هو وزعهم لك كلهم لأقرب غاز خامل أرجون، كنت شرحناه قبل كده. وطبعا قال لك 4s2 و3d1، لأن الأرجون موجود في الدورة الثالثة، يبقى أنت هتبتدي تملى المستويات بداية من الدورة الرابعة. الدورة الرابعة اللي هي عبارة عن 4s و3d و4b، ولكن 4b مش هيبقى ليها إلكترونات أساسا، فمش هنملى إلا 4s و3d بس، تمام؟ طيب طبعا هو هنا 4s المفروض هي اللي تتملي الأول، لأن أنت عارف إن 4s أقل طاقة من 3d. وتحط طيب هنا هتلاقي تقريبا في كل العناصر 4s مليانه باتنين الكترون، ما عدا عنصر الكروم وعنصر النحاس. هتلاقي ان 4s مليانه بالكترون واحد بس. ليه؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا خدت الكترون من هنا خليته هنا. اشمعنى؟ علشان هنا يكون دي نصف ممتلئ، وبالتالي الذره تكون اكثر استقرار، وهنا يكون ممتلئ وبرده الذره تكون اكثر استقرار. مش محتاجه ان انا اعدهم تاني لان قلناهم قبل كده زي ما قلت لكم. ندخل على طول في عدد التاكسد. السكانديوم عدد التاكسد بتاعه موجب 3، يبقى خد بالك برضو ان السكانديوم والخرسين هما الوحيدين في العناصر الانتقالية اللي ليهم عدد تأكسد واحد بس. يعني السكانديوم عدد تأكسده موجب 3، والخرسين عدد تأكسده موجب 2. نيجي على عنصر زي عنصر السكانديوم، لو فقد 3 الكترونات يعني هيفقد الكترونين 4s، هما صحيح اقل في الطاقة ولكنهم ابعد عن النواة، يعني الكترونين 4s هفقدهم، وهفقد كمان الكترون 3d، فهيكون اكثر استقرار. هيكون ارجون بس 18، فهيكون اكثر استقرار. يعني السكانديوم موجب 3 اكثر استقرار، خلاص؟ عشان كده هو له عدد تأكسد واحد بس. طيب نيجي هنا على الخرسين، برضو له عدد تأكسد واحد بس اللي هو موجب 2، يعني هفقد الالكترونين بتوع 4s عشان يبقى دي ممتلئ بالالكترونات وارجون، يبقى فعلا كده هتكون الذرة اكثر استقرار. فعشان كده عدد تأكسد الخرسين موجب 2 بس، هما العنصرين الوحيدين اللي عدد تأكسدهم واحد، يعني لهم عدد تأكسد واحد. نيجي على التيتانيوم، التيتانيوم له 3 اعداد تأكسد، ممكن يفقد الكترونين يبقى ارجون و3d2، ممكن يفقد 3 يبقى ارجون و3d1، وممكن يفقد 4 يبقى ارجون بس. خد بالك انه له اكتر من عدد تأكسد، موجب 2، موجب 3، موجب 4. الفانديوم له موجب 2 و3 و4 و5، يعني ممكن يفقد الكترونين يبقى ارجون و3d3، ممكن يفقد 3 يبقى ارجون و3d2، ممكن يفقد 4 يبقى ارجون و3d1، ممكن يفقد 5 يبقى ارجون بس. يعني انت فاهم، بيدنوا ينقص لك من الاس ومن الدي، بيدنوا ينقص لك كده من الاس ومن الدي لحد ما يبقاش فيهم الكترونات اصلا. نيجي هنا على الكروم، الكروم اولا عندي ممكن يبقى موجب 2 وموجب 3 وموجب 6، تمام؟ طيب هو قال لك شاذ، واحنا عرفنا هو شاذ ليه. الكروم في الاساس المفروض تعمله كده، ارجون 18، ده في الاساس توزيعه كده، ويبقى 4s2 و3d4، لان هو عدد الذره 24، يبقى عباره عن ارجون و4s2 و3d ايه و3d4. بتعملي ايه؟ باخد الكترون من هنا، هنا تبقى 4s1 وهنا تبقى 3d5 عشان يبقى نصف ممتلئ اكثر استقرار، لذلك هو بيقول لك عليه شاذ، تمام؟ له برضو موجب 2 وموجب 3 وموجب 6. موجب 2 يعني انا اقدر افقد واحد من اس واحد من الدي، تمام؟ موجب 3 يبقى انا اقدر افقد واحد من الاس واتنين من الدي. موجب 6 يبقى انا افقد واحد الاس والخمسه اللي في الدي كله. ركز ان 4s هي اللي بتفقد الاول، هي صحيح اقل في الطاقه ولكنها ابعد عن النواه. يعني لما اقول لك شيل لي 2 الكترون، ما تجيش تشيلهم لي الاتنين من الدي وتقول لي 4s هتدنها شبه ما هي 4s1، لا، اس هي اللي بتفقد الاول، هي اللي بتفقد الاول، وهكذا بقى الى ان تصل الى الخرسين. تعال نشوف الملاحظات اللي هامه على التوزيع. عناصر السلسله الانتقاليه الاولى بتكون بعد عنصر الكالسيوم، عارفين الكلام ده، وده تركيبه الالكتروني ارجون 18 و4s2. يتابع فيها امتلاء اوربيتالات ال 3d، زي ما قلت لك اهو، هتلاقي ان 3d معاك بتتملي من 1 لحد 10،
واخد بالك؟ ولكن خد بالك هي 1 2 3، مفيش 3 دي 4، هي بتبقى 3 دي 5. طب هو ايه اللي حصل ليه 3 دي 5؟ زي ما قلت لك شاذ، خد الكترون من هنا، ودي برضو 3 دي 5، وهتيجي برضو 3 دي، ما عندكش 3 دي 9، ما عندكش 3 دي 9، يعني مفيش حاجة اسمها 3 دي 4 ولا حاجة اسمها 3 دي 9، لازم تعرف كده. طب ليه؟ ليه ما فيش 3 دي 4 ولا 3 دي 9؟ 3 دي 4 ده يبقى الكروم، تعرف انه شاذ. 3 دي 9 يبقى النحاس، تعرف ان حصل شاذ هنا. عرفنا هو ايه اللي حصل؟ خدت الكترون من الاس حطيته على الدي، بحيث ان ده تكون 3 دي 5 نصف ممتلئ، ويكون 3 دي 10 ممتلئ كامل، والذره تكون اكثر استقرار. يبقى تاني انت ما عندكش 3 دي 4 ولا 3 دي 9، تمام؟ عندك 2 3 دي 10 اهو، وعندك 2 3 دي 5. وضحت؟ أتمنى. تمام. حتى نصل للمنجنيز 3D5، المنجنيز 25، وبعد كده بيحصل ازدواج الإلكترونات لحد ما نوصل إلى الخرسين. طبعا الخرسين أو الزنك 3D10، عشان تكون كل الأوربيتالات في حالة ازدواج. طبعا أنت عارف إن تبع لقاعدة هوند أنا بعمل الدي فيها 5 أوربيتال، خلاص أدي 1 2 3 4 5، يعني بتتشبع ب10 إلكترونات. الكلام ده معروف. هنا فيها الكترون واحد بالشكل ده، هنا فيها اتنين بالشكل ده، هنا فيها تلاتة، واحد اتنين تلاتة، تمام؟ يعني بوزع الالكترونات فرادى الاول، بوزعهم فرادى الاول. طب هنا فيها 5، ادي الخمسة كلهم، هنا فيها 5 برضه، ادي الخمسة كلهم، هنا فيها 6، رصيتهم 5 الاول منفردين وزوجت السادس، هنا فيها 7، رصيتهم 5 الاول منفردين وحطيت السادس هنا والسابع هنا، واحد مع عقارب الساعة والتاني عكس عقارب الساعة، وهكذا. طيب يشذ التركيب الالكتروني المتوقع للكروم، تمام؟ ارجون 3D5 4S1، هو المفروض يكون ارجون 3D4 4S2. وضحت؟ ولكن انا باخد الكترون من هنا احطه هنا، تبقى ارجون 3D5 و4S1. ليه؟ علشان لما بتبقى 3D5 بيبقى نصف ممتلئ، فبالتالي بيكون اكثر استقرار، يبقى ارجون 3D5 4S1. طبعا شرحت كتير يا شباب، بس يعني مهم ان احنا ناكد عليها عشان ربنا يكرمنا يا رب. حيث ينتقل الالكترون من 4S ل3D، حيث يكون مستوى 3D نصف ممتلئ، يعني فيه 5 الكترونات، والمستوى 4S برضو يكون نصف ممتلئ، يبقى فيه الكترون واحد بس بدل من 2، وبالتالي الذره بتكون اكثر استقرار. يعني ايه اكثر استقرار؟ يعني اقل طاقه. نيجي برضو نفس الكلام في النحاس U29، برضو بينتقل الإلكترون من 4S ل3D، بحيث إن 3D يكون تام الامتلاء في 10 إلكترونات، وS يكون نصف ممتلئ، وبرضو الذرة هنا هتكون أكثر استقرار، يعني أقل طاقة. نيجي للحالة الثالثة، إن الذرة بتكون أقل طاقة وأكثر استقرار. الذرة إمتى بتكون أقل طاقة وأكثر استقرار؟ في ثلاث حالات. لما يكون دي ما فيهوش إلكترونات، لما يكون دي نصف ممتلئ يعني في 5، أو لما يكون تام الامتلاء يعني في 10. تاني معايا، إمتى الذرة بتكون أكثر استقرار وأقل طاقة؟ في ثلاث حالات، لما يكون دي ما فيهوش إلكترونات أساسا، لما يكون نصف ممتلئ في 5 بس، لما يكون تام الامتلاء يعني في 10. هنا مثلا عندي التيتانيوم موجب 4، التيتانيوم عدده الذري 22، فبالغالب لما بيجي يتوزع التيتانيوم 22، لما بتيجي توزعه بيبقى عبارة عن أرجون 18، وعن طبعا 4S و3D. طيب 4S2 تمام، و3D2 نفس النظام. طيب لما يبقى التيتانيوم موجب 4، يعني هحوله معاك لأيون، يعني لأيون، يبقى أنا عندي أرجون هيفقد طبعا الالكترونين اللي في 4S. خد بالك 4S برضو هي بتفقد الاول، صحيح اقرب اقل طاقة ولكنها ابعد عن النواة، اقل طاقة ولكنها ابعد عن النواة. بفقد الاول الكترونين 4S، وبعد كده بفقد الكترونين 3D، يبقى بالتالي ما بيبقاش معايا الا ارجون. يعني معنى كده ان بيبقى 4S صفر و3D صفر، خلاص ما بقاش فيها الكترونات. فهنا الذرة بتكون اكثر استقرار لما يكون دي خالي من الالكترونات، وده تيتانيوم موجب 4. برضو جايب لك سكانديوم موجب 3، هعمله لك برضو. انت عارف طبعا ان السكانديوم عدد الذري 21، فبيبقى عبارة عن ارجون 18، وعندك 4S2 و3D1. طيب انا عايزاه سكانديوم موجب 3، موجب 3 يعني هيفقد الكترونين 4S وبعد كده الكترون 3D، بس كده يبقى مش هيبقى لي الا الارجون، تمام؟ يعني و4S طبعا صفر، و3D بقى بصفر، تمام؟ فهنا الذرة اكثر استقرار لما يكون دي خالي من الالكترونات. طيب بعد كده طبعا نصف ممتلئ لما يكون
يعني دي فيها 5 الكترونات، زي المنجنيز موجب 2 وزي الحديد موجب 3. هعملهم لك المنجنيز موجب 2 والحديد موجب 3. ناخد اول حاجة المنجنيز. ادي المنجنيز عدد الذري 25، فبيتوزع معانا أرجون 18، وبعد كده 4s2، بعد كده 3d5، تمام؟ 18 19 20 وادي 25. طب انا بقول لك دلوقتي منجنيز موجب 2، يعني ايه اللي هيحصل؟ هفقد الكترونين 4s، فمش هيبقى معايا الا الارجون و3d5. هنا 3d في نص عدد الالكترونات، والمفروض دي يكون فيها 10، هنا فيها 5، يعني دي نصف ممتلئ، فهنا الذره كده بتكون اكثر استقرار لان دي في 5 الكترونات. طيب برضو مديك الحديد Fe26، الغالب أرجون 18، 4s2 و3d6، تمام؟ ده توزيع الحديد، ده توزيع الحديد. لما أقول Fe موجب 3، Fe موجب 3، هفقد الكترونين 4s الأول، تمام؟ وبعد كده هفقد واحد من هنا، هيبقى أرجون 18 و3d5. برضو هنا الذرة هتكون أكثر استقرار لأن دي نصف ممتلئ. خلاص. طيب لما اقول بقى تام الامتلاء، تام الامتلاء دي بيكون فيها 10 الكترونات، جايب لك الخرسين موجب 2، ماشي. طبعا انت عارف ان الخرسين زد ان 30 هو عبارة عن ارجون 18، 4s2 و3d10، تمام. طيب هعمل ايه؟ انا بقول لك زد ان موجب 2، موجب 2 يعني هفقد الكترونين 4s، فبالتالي هيبقى عندي ارجون 18 و3d10، فتكون دي تام الامتلاء، اذا الذره هنا اكثر استقرار. للوضوح ان الخرسين تاني وتالت ورابع هو عنصر غير انتقالي، لان احنا اتفقنا ان العناصر الانتقاليه يستحيل ان دي تمتلئ بالالكترونات، ويستحيل ان اف تمتلئ بالالكترونات. دي اخره من 1 ل 9، واف اخرها من 1 ل 13، يعني مستحيل تلاقي دي ب10، ومستحيل تلاقي اف ب14. دي فين؟ دي في العناصر الانتقاليه. طب افترض دي كملت زي هنا، قال لي خلاص يبقى غير انتقالي، اما الانتقالي ما يكملش. وضحت؟ بس برضو مديك ملاحظة صغيرة، بيقولك ان سواء دي ما فيهاش اصلا او نص او مليانة كلها، مش هو ده العامل الوحيد علشان التركيب الالكتروني يبقى ثابت للعنصر، يعني مش متوقف على دول بس، دول بيساعدوا ولكن مش الاساس، مش الحاجة الوحيدة، يعني هي من ضمن الحاجات ولكنها مش الحاجة الوحيدة اللي تعمل على ثبات التركيب الالكتروني للعنصر. بعد كده بيقولك ان سهل جدا تأكسد من Fe موجب 2 ل Fe موجب 3. ركز معايا، لما الحديد يفقد الكترونين بس، انا طبعا لسه قايله لك ان الحديد عدد ذري 26 وزعته لك، يبقى ارجون و4s2 و3d6. لما يبقى بموجب 2 هيبقى ارجون و3d6 بس، واخد بالك؟ يعني دي اللي هي عباره عن 5 اوربيتال، هتبقى فيها 1 2 3 4 5، وهرجع اعمل ازدواج للالكترونات. دي مين؟ دي Fe موجب 2، يبقى Fe موجب 2 يعني هتبقى أرجون و3d6، تمام؟ أرجون و3d6، لما أجي أعمل دي هيبقى فيها 6 إلكترونات، أما Fe موجب 3 اللي أنا عملتها لك هتبقى أرجون و3d5، يعني دي هيكون نصف ممتلئ، إذا الذرة هتكون أكثر استقرار، يبقى سهل إن أنا أحول من موجب 2 لموجب 3، تمام؟ يسهل أكسدة Fe موجب 2 إلى Fe موجب 3، إشمعنى؟ عامل لك اهو، ادي Fe موجب 2 3d6 يعني فيها 6 الكترونات، فعامل لك 1 2 3 4 5، طبعا 5 اوربيتال، وبعد كده عامل لك الالكترون السادس مزدوج بالشكل ده. قال لي هنا غير مستقر لان عندي الكترونين في حاله ازدواج، طالما مزدوجين يبقى مش طايقين بعض، يبقى عمالين يقولوا امشي ومش عارف ايه، فبيتخانقوا، فبالتالي الساره مش مستقر. فعمل ايه؟ فقدت الكترون، يعني عمليه اكسده، وبالتالي اتحول معايا ال Fe موجب 3. Fe موجب 3 يبقى هيبقى 3d5، يبقى دي هيكون فيها 5 الكترونات بس، هيكون نصف ممتلئ علشان يكون معايا اكثر استقرار. اهو، لان ايون الحديد الثلاثي اكثر استقرار، لان المستوى الفرعي 3d نصف ممتلئ، يكون فيه 5 الكترونات بس، والاكسده بتسير في اتجاه التركيب الالكتروني الاكثر ثباتا، والاكثر ثباتا هيبقى الثلاثي لان ما عنديش الكترونين في نفس المكان، بالتالي مش هيبقى فيه خناقه. طيب تعالى للملحوظه رقم 5، يصعب اكسده منجنيز موجب 2 لمنجنيز موجب 3.
طبعا برضو انا عملت لك المنجنيز موجب 2، وقلت لك ان هو عبارة عن ارجون و3D5، يعني الدي هيبقى فيها 5 الكترونات، فهو فعلا 3D فيها 5 الكترونات، يعني نصف ممتلئ، يعني اكثر استقرار. انت عايزني اخليها موجب 3، معنى كده ان انا هشيل الكترون من هنا، هتبقى 3D4، تمام؟ فهيبقى الدي فيها 4 الكترونات بس، وبالتالي هنا هتكون غير مستقرة، فصعب. فصعب ان احول من الثنائي للثلاثي، صعب، لان الثلاثي كده دي هتكون 3D4 بس، تمام؟ ايون المنجنيز الثنائي، تمام، اكثر استقرار، لان المستوى الفرعي 3D نصفه ممتلئ زي ما انتم شايفين، والاكسده بتسير في اتجاه التركيب الالكتروني الاكثر ثبات. انا عايز الاكثر ثبات، ايه اللي يخليني اروح لواحد غير مستقر يعني؟ فعشان كده صعب انك تحوله من موجب 2 لموجب 3. ملاحظات هامه على حالات التاكسد. أول ملحوظة، تتميز بتعدد حالات تأكسدها عن الفلزات الممثلة، يعني العناصر الانتقالية ليها أعداد تأكسد كتير، فاهمني؟ أنا أساسا لما كلمتك عن التيتانيوم قلت لك إن أقل واحد فيهم له حوالي 3 أعداد تأكسد، تمام؟ ما عدا السكانديوم والخرسين. اتفقنا إن السكانديوم والخرسين بس هما العنصرين الوحيدين اللي ليهم عدد تأكسد واحد، لكن الباقي بقيتهم هتلاقي فيهم 3 أعداد تأكسد، 4 أعداد تأكسد، وهكذا. يبقى تتميز بتعدد حالات التأكسد واضحة عن الفلزات الممثلة، يعني عن عناصر الفئة S وعناصر الفئة B. علل، قال لي لتقارب 4s و3d في الطاقة، حيث يفقد الكترون 4s اولا، خد بالك 4s هو اللي بيفقد الاول لانه ابعد عن النواة، صحيح اقل في الطاقة لكنه ابعد عن النواة، ثم يتتابع خروج الالكترونات من 3d، وايضا بسبب وجود تدرج في جهد التأيون. اما في الفلزات الممثلة زي الصوديوم وزي المغنيسيوم وزي الالومنيوم، نجد ان الزيادة في جهد التأيون الثاني في حالة الصوديوم، والثالث في حالة المغنيسيوم، والرابع في حالة الألمونيوم كبيرة جدا، وذلك لأنه بيتسبب في كسر مستوى طاقة مكتمل، وكسر مستوى طاقة مكتمل بيحتاج لطاقة عالية، لذلك لا يمكن الحصول على ألمونيوم موجب 4 أو مغنيسيوم موجب 3 أو صوديوم موجب 2 بالتفاعل الكيميائي العادي. طبعا معظمنا مش فاكر. بص ركز معايا، لما اجي اوزع لك الصوديوم، اتفقنا ان الصوديوم ان ايه هو عبارة عن 1s2 2s2، خلاص، 2b6 3s. طيب انا هنا عندي 6 و14، وهو الصوديوم عندي ذري 11، يبقى 3s1، كويس. سهل ان افقد الالكترون ده، سهل جدا، يعني اما اقول ان ايه موجب 1 هتبقى عباره عن 1s2 2s2 2b6، وسهل ان افقد الالكترون ده، تمام؟ يبقى ان ايه موجب 1 سهل انها تتجاب بالتفاعل الكيميائي العادي. لكن لما اقول لك ان ايه موجب 2 تقول لي استني انت كده عايزان اكسر مستوى طاقه ممتلئ، قلت لك، قال لي لا ما اقدرش، صعب، صعب ان اكسر مستوى طاقه ممتلئ، لذلك صعب عليا ان احصل على ان ايه موجب 2، انا اخري ان ايه موجب 1 بالتفاعل الكيميائي العادي. نيجي للمغنيسيوم، انا هوزع لك بالتوزيع الكيميائي العادي. المغنيسيوم عدد الذري 12، يعني بيتوزع 2 8 2، سهل عليا ان افقد الالكترونين اللي في الاخر دول، محدش هيكلمني. لكن يعني ام جي موجب 2 سهله، يعني اما افقد الكترونين سهل، ولكن تقول لي ام جي موجب 3 صعب، لان انا كده هضطر اكسر لك المستوى المليان بالالكترونات ده، فده صعب، مش هيكون تفاعل كيميائي عادي، انا اخر افقد لك الاثنين دول، لكن تقول لي ام جي موجب 3 ده معرفش اعمله لك. نيجي للالومنيوم، الالومنيوم عدده الذري 13، يعني بيتوزع معاك 2 8 3، سهل عليك انك تجيب الالومنيوم موجب 3، هتقدر تفقد الثلاث الكترونات دول بسهوله، لكن صعب تكسر لي تجيب لي ال موجب 4، صعب تجيب لي الكترون رابع من مستوى طاقه ممتلئ. وضحت يا شباب؟ يبقى بنقول ان اعداد التاكسد في العناصر الممثله اكتر من عدد التاكسد، صعب تجيبه، صعب تجيبه، لانك في الحاله دي بتضطر انك تكسر مستوى طاقه ممتلئ، والكلام ده مش بيحصل بالتفاعل الكيميائي العادي. اتمنى تكون وضحت. الملحوظه الثانيه، جميع عناصر السلسله الانتقاليه الاولى ليها حاله تاكسد موجب 2، ما عدا السكانديوم، السكانديوم موجب 3 بس، تمام؟ حتى الخرصين اللي عدد اللي له عدد تأكسد 1 برضو هو عدد تأكسده موجب 2، مع انه غير انتقالي يعني، بس هو من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى. طيب، يبقى بنقول كل عناصر السلسلة الانتقالية الأولى ليها عدد تأكسد موجب 2،
ما عدا السكاندوم. ليه بقى؟ لان السكاندوم انت لما وزعت لك السكاندوم موجب 3، قلت لك انه هيكون اكثر استقرار في هذه الحاله. لما وزعت لك السكاندوم موجب 3 اهو، ادي السكاندوم موجب 3، قلت لك دي هنا مش هيكون فيها الكترونات، لذلك هيكون اكثر استقرار. تمام. طيب بيكون اكثر ثبات في حاله تاكسد موجب 3 لوجود الكترون واحد في المستوى 3D، سهل فقده. يعني انت تقدر تفقد الاثنين اللي في الفور اس والواحد اللي في 3D، يبقى يتبقى معاك 3D صفر وفور اس صفر. سهل قوي انك تفقد الالكترون اللي في الدي ده مع الكترونات 4s كمان، يعني تفقد الالكترونين اللي هنا والالكترون اللي هنا ليصبح 3D صفر، فارغ تماما من الالكترونات، فبتكون الذره اكثر استقرار. اقصى حالات التاكسد تعطى لما تفقد الذره كل الكترونات المستويين اس ودي. انا قلت لك احنا بنفقد منين؟ بنفقد من اس ودي. تدنك بقى تلعب في حالات التاكسد بتاعتك براحتك، بدايه من اس لحد دي. انا بفقد منين؟ انا بفقد من اس ودي، يعني من الكترونات الفور اس ومن الكترونات 3 دي. تمام. طيب يعني المنجنيز موجب 7، ده اقصى عدد تاكسد له، موجب 7. الكروم موجب 6، والفانديوم موجب 5، التيتانيوم موجب 4، ده اقصى عدد تاكسد، والسكانديوم موجب 3. يعني مثلا عندك السكانديوم 21، تقدر تفقد الاثنين بتوع الاس والواحد بتاع الدي، يبقى اكتر حاجه ممكن تفقدها 3 الكترونات، عشان كده بيقول لك عدد تاكسده موجب 3. فاهمني؟ طيب نيجي للتيتانيوم، تقدر تفقد الاثنين بتوع الاس والاثنين بتوع الدي، يبقى انت تقدر تفقد 4 الكترونات، يبقى اقصى حاله تاكسد موجب 4. فهمت؟ هو ده القصد. وهكذا بقى المنجنيز والكروم والفانديوم وهكذا. طيب اعداد التاكسد لا تتعدى رقم المجموعه، اعداد التاكسد لا تتعدى رقم المجموعه اللي هم فيها، ما عدا المجموعه الاولى اللي هي مجموعه اي بي، اللي هي فيها عناصر العملة نحاس وفضة وذهب موجب 2. يعني مع انها 1B الا ان عدد تأكسدها موجب 2، يعني ممكن يبقى موجب 2. يبقى هنا بتتعدى، يبقى هنا بتتعدى رقم المجموعة، يبقى في الغالب اعداد التأكسد لا تتعدى رقم المجموعة، ما عدا المجموعة دي، ما عدا المجموعة دي. المجموعة 1P فيها عناصر العملة اللي هي ايه؟ نحاس وفضة وذهب، دول عدد تأكسدهم موجب 2، يعني يتعدى رقم المجموعة. ماشي؟ يعني بتخالف القاعدة يعني. بعد كده جايب لك عناصر العملة بتاعتك نحاس وفضة وذهب. النحاس Cu29 موزعه لك، أرجون 18، 4S1 و3D 10، دي هنا مكتمل. الفضة 47 طبعا موزعه لك لأقرب غاز خامل. الكريبتون 36، الكريبتون موجود في الدورة الرابعة، الكريبتون موجود في الدورة الرابعة، يبقى أنا هبتدي أوزع من الدورة الخامسة، يبقى عندي 5S1 و4D 10، 5S1 و4D 10. تمام. دي برضو هنا مكتمل بالالكترونات، خد بالك، وخدت الكترون من هنا حطيته هنا يعني عشان يكون اكثر استقرار والكلام ده كله. عندي بعد كده الذهب AU 79، ماشي، موزع لك زينون 54، بعد كده طبعا هو في الدوره الرابعه، فابتديت من الدوره الخامسه، عفوا هو في الدوره الخامسه، الزينون موجود في الدوره الخامسه، فابتديت اوزع من الدوره السادسه 6S1 تمام، و5D 10 و4F 14 تمام، 6S1 5D 10 4F 14. خد بالك انك بتملى الاقل طاقة الاول وبعد كده الاعلى طاقة، بتملى الاقل طاقة الاول وبعد كده الاعلى طاقة. يعني انت عايزة تقولي لي ايه؟ عايزة اقولك ان الستة اس بتتملي الاول وبعد كده الفور اف وبعد كده الفايف دي. خد بالك انه دي هو مش كاتبها صح، انا بملى الستة اس الاول وبعد كده الفور اف وبعد كده الفايف دي. وارجع للجدول اللي انا قلت لك عليه، 6S 4F 5D. مش يا شباب؟ الزينون في الدورة الخامسة، عشان كده ابتديت اوزع من الدورة الايه؟ الدورة السادسة. اخيرا وليس اخرا، تعتبر عناصر انتقالية بالرغم من امتلاء المستوى الفرعي دي في الحالة الذرية. علل، لانها في حالة التأكسد موجب 2 او موجب 3 يصبح دي مشغول بالالكترونات ولكنه غير تام الامتلاء. ركز معايا، هو بيتكلم عن عناصر مين؟ هو بيتكلم عن عناصر العملة اللي انا لسه مديهم لك، الذهب والنحاس والفضة. قال لك ان الذهب والنحاس والفضة تعتبر عناصر انتقالية، بنتنازل كده ونقول عليها انتقالية بالرغم من امتلاء دي بالالكترونات. احنا قلنا ان دي طالما مليانة بالالكترونات يبقى مستحيل اقول عليها عنصر انتقالي. قال لي لا، دي بنعتبرها
بالرغم من امتلاء دي في الحالة الذرية. علل: لأن لما يجي حالة التأكسد بتاعتها موجب 2 أو موجب 3، دي بيصبح مشغول الإلكترونات ولكنه غير تام. يعني هي لما بتفقد إلكترونات دي بيبقى غير مكتمل، حاجة واقعية يعني. يبقى لما عناصر العملة بتاعتي بتفقد إلكترونات، دي بيصبح غير تام الامتلاء، وبالتالي بنعتبرها من ضمن العناصر الايه الانتقالية. عناصر المجموعة IIP اللي هو الخرسين والكادميوم والزئبق لا تعتبر عناصر انتقالية. IIP اللي هي عناصر المجموعة 2B، تمام؟ دي طبعا هو هنا مسميها لك باللاتينية، اللي هي مين؟ اللي هي الخرسين والكادميوم والزئبق. طبعا احنا عارفين الخرسين ده لا يعتبر عنصر انتقالي من الاول، عارفينه يعني، والكادميوم والزئبق كمان. ليه بقى؟ لان المستوى الفرعي دي مكتمل بالالكترونات، سواء في الحاله الذريه او في اي حاله من حالات التاكسد بتاعتها، سواء تاكسد او حاله ذريه هو تام الامتلاء. تاني، يبقى الخرسين والكادميوم والزئبق لا تعتبر عناصر انتقالية. اشمعنى؟ لأن دي تام الامتلاء، سواء حالة ذرية ماشي، حالة تأكسد ماشي، هو مليان، خلاص؟ طيب، رقم 7، تزداد حالات التأكسد من السكنديوم موجب 3 لحد ما توصل لأقصى قيمة في المنجنيز موجب 7، وبعد كده بتبدأ تنقص لحد ما توصل لأقل قيمة ليها في الخرسين موجب 2. ركز معايا، حالات التأكسد تبدأ معايا من موجب 2، عفوا من موجب 3. حالات التأكسد تبدأ معاك أول عنصر السكنديوم، هتلاقي عدد التأكسد بتاعه موجب 3، بعد كده تقعد تزيد لحد ما توصل للمنجنيز موجب 7، وبعد كده بتبدأ تنقص معاك تاني في الخرسين، تمام؟ تنقص معاك تاني في الخرسين، يعني إيه؟ عاملة إيه؟ تزيد، هي أصلها موجب 3، بعد كده تزيد معاك لحد ما توصل لموجب 7، بعد كده تبتدي تقل تاني لحد ما توصل معاك لموجب 2. طبعا ما يهمكش الملحوظة دي قوي، المهم انك تكون عارف العدد ذري العنصر، وعارف ان اقصى حاجة ممكن يخسرها من 4S و3D، وبكده تقدر تطلع كل اعداد تأكسد العنصر وانت مطمن وبسهولة كمان، تمام؟ يعني مش فارقة معاك الملحوظة دي قوي، او مش هي يعني اللي هتطلعك السما يعني، ولكن تبقى عارف ان انا بيكون قدامي رباح ان افقد من 4S و3D فقط لا غير. بس كده شباب، كده نكون خلصنا الجزء بتاع النهاردة، كده خلصنا اول درسين في الانتقالية نقدر نحل عليهم من الكتاب اللي احنا بنشتغل منه. اتمنى اكون استفدتم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، لو عندكم سؤال او اقتراح سيبوه في كومنت او على الواتساب، واضغطوا على زر الاشتراك عشان يوصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.